السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نصبح عليكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام وين ما كنتم بكل خير وحب، ونقول لكم لا تدعوا القلق يفسد عليكم فرحة الصباح، استمتعوا معنا وتابعونا في الصباح رباح في ختام الأسبوع بأجمل حلة وأكيد مع الأجواء الجميلة، وإحنا أكيد ما يحلى يومنا إلا فيكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام. راح نتعرف على الكثير من المواضيع المختلفة وخلونا نبتدي بأهم العناوين. المنتقى القطري للمؤلفين يطلق مبادرة جديدة بعنوان ماذا أهديت لقطر. الحدائق المونديالية تعزز مفهوم الرياضة للجميع. ومن موضوعاتنا اليوم أيضا راح نتابع متحف الفن الإسلامي أيقونة ثقافية ومقتنيات تركت بصماتها على الحضارة الإنسانية. ومن حول العالم تحديات مناخية وإجراءات جذرية لحماية البيئة. مشاهدينا ومستمعينا نذكركم بوسائل التواصل اللي دائما نحرص نتواصل معاكم فيها، ومن خلال سؤال حلقة اليوم اللي هو ماذا يعني لك الوطن؟ وسؤالنا لليوم راح ننتظر مشاركاتكم وتفاعلاتكم معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر هاشتاج برنامج الصباح رباح، أو أيضا تقدرون تتواصلون معنا عبر إيميل البرنامج sabah.rabah@alrayan.tv. والحين خلونا نتعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم وأيضا لعطلة نهاية الأسبوع. وينضم إلينا عبر الهاتف عبد الرحمن السويدي المتنبئ الجوي من إدارة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا عبد الرحمن. صباح النور يا هلا. رحب فيك في نهاية الأسبوع، نبي نتعرف على حالة الطقس أكيد لعطلة نهاية الأسبوع وإذا كان أي تحذيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة لحالة الطقس اليوم أجواء معتدلة بالطراز مع بعض الشمس. نعم. هي غربية شمالية شرقية وتتراوح سرعتها 5 إلى 15 أبطال. أما عن درجات الحرارة فتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 25 إلى 30 درجة مئوية، وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 20 إلى 23 درجة مئوية. بالنسبة ليومي الجمعة والسبت ضباب إلى ضباب بداية على بعض المناطق، يصبح معتدل الحرارة مع بعض. الرياح تكون متغيرة الاتجاه في البداية وتصبح أغلبها شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة لحالة البحر لا يوجد تأثيرات بحرية لليوم، الرياح شمالية غربية إلى شمالية تتراوح سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة في المناطق الشمالية ليلا. يتراوح ارتفاع الأمواج من 1 إلى 3 قدم، يرتفع إلى 4 قدم في الساحل، ومن 2 إلى 4 قدم يرتفع إلى 6 قدم على المناطق الشمالية ليلا داخل البحر. تكون الرياح شمالية غربية 10 إلى 20 عقدة تصل إلى 24 عقدة في الشمال ظهرا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويبلغ ارتفاع الأمواج من 2 إلى 4 قدم، يرتفع إلى 5 قدم أحيانا على الساحل، ومن 3 إلى 6 قدم يرتفع إلى 8 قدم على بعض المناطق. عليه تم إصدار تحذير بحري برياح قوية وأمواج عالية، ومن المتوقع استمرار التحذير حتى مطلع الأسبوع القادم. يرجى من السادة مقتادي البحر تجنب كافة الأنشطة البحرية خلال الفترة القادمة. هذا والعلم عند الله مع تحديث إدارة الأقمار الجوية بالهيئة العامة للطيران المجلس. شكرا لك عبد الرحمن السويدي المتنبئ الجوي من إدارة الأرصاد الجوية.
مشاهدينا ومستمعينا، وبعد ما تعرفنا على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم وأيضا لعطلة نهاية الأسبوع ومع اعتدال الأجواء، أكد عدد من مرتادي حدائق الملاعب المونديالية أنها عززت من مفهوم الرياضة للجميع، وأيضا شجعت أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بما توفره من مسارات للمشي والركض وأجهزة رياضية ومساحات خضراء، حيث باتت تلك الحدائق تستقطب أعداد كبيرة من الأسر والأفراد للاستمتاع بالأجواء والتريض، لافتين إلى أن تلك المنشآت تتمتع بأحدث المعايير العالمية والتي تخدم المتريضين وتمكنهم أيضا من ممارسة مختلف أنواع الرياضات. هذه الحدائق توفر مسارات للمشي والركض والدراجات تم إنشاؤها باستخدام مواد تتمتع بمعايير وجودة عالمية وآمنة. أيضا هذه أو مساحة الحدائق الكبيرة تعطي فرصة للجميع للاستمتاع بالتواجد في المكان دون الإحساس بالزحام، مما ساهم في خلق بيئة صحية في ظل جائحة كوفيد-19. وإلى أجواء الصحف ومعانا أيضا اللي هي عناوين الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم وأبرز الأخبار والزميلة فوزية عامر. نبدأ الجولة بصحيفة الشرق. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يستقبل سعادة السيد جارد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، استعراض العلاقات الاستراتيجية وتطورات الأوضاع في المنطقة. مجلس الوزراء يرحب بنتائج اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية ويتخذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بعد أن اطلع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. مهرجان كتارا للمحامل التقليدية يستعرض التراث البحري للشعوب، التزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. الكورنيش يتزين استعداداً لليوم الوطني، تجهيز الإنارة على طول الطريق والأشجار الممتدة وتركيب المدرجات الجماهيرية لمتابعة المسير الوطني. ننتقل إلى صحيفة الراية. دكتور يوسف المسلماني المدير الطبي بمستشفى حمد العام، إجراء أول زراعة رئة في الربع الأول من 2021. دراسة احتمالية وجود كورونا على الأسطح في المنشآت التعليمية تجريها وزارة الصحة العامة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الصحية والتعليمية. العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، تراجع وفيات حوادث السير العام الجاري، العديد من الدول استفادت من استراتيجية قطر للحد من الحوادث المرورية. مكتبة قطر الوطنية تطلق مسابقة لقطة تزامناً مع الاحتفال باليوم الوطني. إلى صحيفة العرب. قطر أجمل، مبادرات الفن العام تزين شوارعنا، كوكبة من الفنانين والفنانات يطفون بصمة إبداعية على نهضة البلاد. إصدار شهادات جديدة لحيازة العزب الحيوانية بالدولة، عبد العزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة. مبادرات لتشجيع المجمعات على التحول الاقتصادي لتعزيز الأمن الغذائي. الاستعراض الرملي الثالث ينطلق في سيلين غدا، مركز مواتر يستقبل طلبات التسجيل وفحص السيارات الليلة. وزارة الصحة العامة تحتفي باليوم العالمي لذوي الإعاقة. إلى صحيفة الوطن. تخريج طلاب برنامج اتحاد تمكين الأجيال، وتضمن البرنامج أكثر من 45 تدريباً افتراضياً بجامعة قطر. الهلال الأحمر القطري يقدم ورشاً للكوادر الإدارية والإشرافية بالمدارس بهدف تنمية المهارات في الإسعافات الأولية. الإدارة العامة للمرور تواصل حملتها التفتيشية ضبط مخالفات السرعة الصفرية.
رابع الاستادات جاهز لأغلى البطولات. اللجنة العليا للمشاريع والإرث تؤكد استعداد ملعب الريان المونديالي لنهائي بطولة كأس سمو الأمير 2020. نختم الجولة بصحيفة لوسيل. سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي يتفقد سير اختبارات الثانوية العامة. الهيئة العامة للجمارك إطلاق الخدمات الإلكترونية لوكالات التخليص قريباً. الرعاية الصحية الأولية ضرورة تطعيم الأطفال ضد الإنفلونزا الموسمية، توفر لقاحات الإنفلونزا المجانية. النادي العلمي ينتهي من التحكيم في مسابقة باحث 4. فاطمة المهندي مسؤولة الأنشطة المدرسية في النادي، الطلاب أظهروا كفاءة عالية وقدرة وقدموا أفكارا بحثية إبداعية. شكرا للزميلة فوزية عامر، كانت هذه أبرز ما تناولته الصحافة المحلية لليوم. والحين خلونا نشوف مع بعض معلومة اليوم واللي أعدها لكم فريق البرنامج. سمي البحر الأحمر بهذا الاسم نظراً لوجود أعشاب وطحالب ملونة باللون الأحمر تطفو على سطح مياهه. بعد معلومة اليوم مستمرين معاكم مشاهدينا ومستمعينا، نروح الفاصل قصير ونكمل باقي الفقرات. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا من بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، مثل ما عودناكم دائما في كل خميس ان نلتقي معاكم في الفقره الفنيه مع الفنانه التشكيليه منال اليافعي. صباح الخير يا منال. صباح النور والسرور. منال، اليوم فقرتنا الفنيه، تكلمينا شوي عنها، شنو راح ترسمين او شنو راح تقدمين؟ زين، احنا الحين في بدايه شهر ديسمبر، وهي بدايه الأيام اللي نحتفل فيها باليوم الوطني، وهي مناسبة جدا عزيزة على قلوبنا وعلى قلب الفنان بشكل خاص. بما أن احنا باليوم الوطني حابين نسلط الضوء على التراث القطري، على الأجيال اللي قاعدة تعيش اليوم، مثل ما أقول اليوم وطني مختلف جدا بما أنه متزامن مع كوفيد-19، فراح يكون في شكل جدا مختلف، سنة جدا مختلفة. حابين ان احنا نبرز شغلتين. الشغلة الاولى اللي هو ان شلون الفنان يعبر في هذه المناسبة، وايضا راح نروح على المتحف الاسلامي ونحاول ان شاء الله نلونه مع بعض. صدق الظروف مختلفة السنة، لكن المشاعر اكيد هي واحدة، والمشاعر احلى واحلى. طيب شنو راح ترسمين؟ بنرسم ان شاء الله المتحف الاسلامي، لكن في البداية بنتكلم عن مشاعر الفنان في هذا اليوم. الفنان هو انعكاس إلى المجتمع، هو دائما يشوف الكاتب أيا كان الفنان، أي شخص عنده يعني نظرة وطنية خاصة في أيام ديسمبر، إنه تشوف شنو الظروف اللي مرينا فيها، خاصة أن ديسمبر هي نهاية السنة وبعد هي اليوم الوطني، فنشوف إحنا شنو مرينا من شهر واحد في بلادنا إلى شهر 12، فكانت من أهم المحطات اللي هي كورونا، يمكن هي المحطة الوحيدة الأبرز خلال هذه السنة، لكن كانت لفتة جميلة جدا من أبناء الوطن، خاصة من إنه صار عندنا الحين الجيش الأبيض. أكيد نوجه لهم تحية. منال، يعني أنا مرة قريت إنه يقول لك الفنان ما يرسم الأشياء اللي شافها، يرسم الأشياء اللي بيشوفها ويتخيلها. صح، لأن هي صورة، عبارة عن صورة، دائما الفنان يتخيل الصورة، يشوف، ترى هو يشوف بعض المقاطع بعد يرجع إلى خياله، يعني يكتب أحداث جديدة فيها. إنزين، ليش المتحف تحديدا؟ المتحف أنا بالنسبة لي هو من أعز الأماكن على قلبي، ودائما أنا أقول له هو بيتنا.
فجدا انا احب المتحف. ايضا انا اشوفه انه هو يجمع ما بين التراث، يجمع ما بين الحاضر اليوم، مطل على الابراج ومطل ايضا من الناحيه الثانيه على كورنيش الدوحه. هو اسمه متحف الفن الاسلامي، فيه الكثير من التحف الاسلاميه الاثريه، وايضا يعني مكان مرتبط بذكريات جدا جميله. ايش رايك منال نبتدي ونلون مع بعض متحف الفن الإسلامي، وتذكرين لنا طريقة التلوين، الألوان اللي راح تستخدمينها؟ الفن أو متحف الفن الإسلامي هو فن معماري بشكل جدا مميز، مميز جدا يعني على الوطن العربي أجمع والعالم كله. هو تحفة أثرية، رسمها بشكل هندسي جدا راح يكون صعب، لكن بنفس الوقت احنا نقدر نلاقي بعض النقاط اللي تجمعنا في رسمه. انت مجهزت لنا الرسمه؟ اي انا مجهزتها على اساس ان اليوم نلونها، فهذا هو المتحف. انا اخذت جزء بسيط منه على اساس ان شاء الله اليوم ان احنا نلونه. راح نستخدم الالوان تدرجات البني. يعني بتغيرين في الالوان يعني مو بنفس ما نشوفه، بتختارين الوان مثلا؟ لانه هو احنا نشوفه ترى هو اللون واضح، بس هو لانه هندسي فعند الرسم شوي راح نضلل بعض المناطق وراح يعني نكون في الوان فاتحه. حلو، يلا خلينا نشوف. بنرسم، او احب شوي افتح اللون قدر المستطاع في البدايه انه كبيسك. والألوان هي ألوان مائية؟ الألوان هي الألوان المائية. في ألوان كثيرة يقدر بعد الفنان يستعين فيها بالماء، مثل ألوان الأكليريك هي جميلة، بس أنا أختار الألوان المائية لأن فقرتنا موجهة إلى الجمهور وهي من أسهل الألوان يعني اللي ما فيها كثير من القيود. منال أنت رجعتينا ذكريات وإحنا صغار يوم كنا نلون، يعني كان أسهل شيء فعلاً الألوان، يعني الألوان الخشبية والألوان المائية لأنها حلوة بالدمج وسهلة التلوين. وبعد إذا رحنا حق ألوان أصعب شوي نحتاج دروس متقنة، لكن هني أي إنسان أو أي أحد يقدر يعني يتعلمها بسرعة. يعني أنا من الناس اللي كنت أشوف في الإنستغرام في اليوتيوب وعلى طول يعني أطبق، لكن مثل ألوان الأكليريك في ألوان كثيرة، الألوان الزيتية تحتاج إلى أن احنا ناخذ فيها دورات. طيب منال انت اخترتي اللون البني او تدرجات البني عشان الظل؟ اي عشان الظل، واصلا المبنى هو لونه بيج. اي لكن احنا ما راح نلتزم باللون البيج، راح ندخل اللي هي الالوان. في عندنا بعد اللي مثلا هني لونه ازرق، راح اللونه مع الوقت. الالوان المائيه حلو ندمج فيها كثير، فعادي لو جبت مثلا اللون الاخضر وحطيته مع البني يطلع لي لون حلو. يمكن منال هاي الشيء الحلو اللي احنا دائما نشوفه في الفن، يعني اللي هو مساحة الإبداع المتروكة للفنان، ممكن يحط ألوان ثانية. يعني يمكن لو تجيبين تعطين فنان ثاني أو ممكن أي شخص ثاني يلون ألوان مختلفة تماما، ممكن يلونه باللون الأزرق. ممكن حتى المتحف الإسلامي من فترة لفترة احنا نشوف أن لونه يتغير، فعادي ممكن يلونه، لأن الفن هو في النهاية هي المساحة مثل ما قلتي الحرة، وهي المساحة الإبداعية للفنان نفسه. يمكن حتى هالشيء ينعكس في التصوير، يعني عادة لما نشوف صورة معينة والإدت اللي يكون فيها يمكن يقلب لك الصورة تماما، يعني غير وتطلع وايد حلوة ومميزة تطلع، لأن احنا ما نقدر نكون كوبي بيست من بعض. الفن هو أن أنت تكون مميز. فمثلا الحين لونا المتحف الإسلامي بهالطريقة. بس انتي منال يعني قبل لا تفكرين تلونين حددتي مجموعة ألوان، ولا مثلا ممكن انتي في نفس الوقت تدرجات البني يعني؟ وحين في نفس الوقت أنا دخلت الأخضر لأن الأخضر مع البني عطاني شوية إضاءة مختلفة، حبيت أنها تكون على الأطراف. وحتى يمكن اللون الأخضر يعكس المساحة الجمالية للمتحف نفسه، يعني صح. حديقة المتحف من أجمل الحدائق الموجودة عندنا، من أجمل الحدائق، وهي الشيء اللي مميز في المتحف الإسلامي أنه يجمع ما بين التراث والأصالة. أيضا هو سياحة للجميع، والكثير نشوف أنهم يحبون التنزه والمشي أيضا في حديقة المتحف، وصاير بعد الجو حلو والناس قامت تروح فعلا، يعني أجواء جدا جميلة. هني بنلون مثلا على السريع اللون الأزرق
لأنه هو مطل على البحر. يعني أنا أشوف منال تستخدمين أدوات بسيطة في التلوين، يعني بسيطة. خلي أقول لك على الرسم، رسمتي بالرصاص ولا؟ بدينا في الرصاص، بعدين حددنا في الأسود، وبعدين حطينا الألوان المائية. الحلو في الألوان المائية إن كثير كل واحد له عنده طريقته في التلوين. فمثلاً أنا الحين هاي الطريقة السريعة، في ناس بعد ما يخلصون مثلاً الرسمة هاي بس تكون الرسمة الأساسية يبدون يحطون عليها ألوان إضافية. نفس ما أنا سويته هني. بس لو نعرض هذه الرسمة، هي فيها أيضاً مثل ما قلنا الجيش الأبيض، وفيها الشرطة، متحف الفن الإسلامي موجود في الصورة أيضاً. عكست هني ماضي قطر، اليوم الحاضر، وأيضاً مثلاً قلعة الزبارة، وإنها مثلاً فيها النخيل، وفيها بعد اللي هو السفن، المحامل الشراعية. فهاي هو الجيل النشئ اليوم، هاي الفكرة أن جيل النشئ اليوم اللي حامل الراية وعايش يعني السنة اللي طافت كنا نشوف في درب الساعية واليوم الوطني كنا نشوف دائما الملابس العسكرية، بس إن شاء الله بعد نشوف الجيش الأبيض، إن قمنا نلبس عياننا الصغار اللي هم ملابس الجيش الأبيض. حلو. يمكن أنا عندي سؤال منال، هو سهل تدمجين الألوان المائية؟ لأن إحنا نستخدم الماء فسهل جدا دمجها. خلنا نأخذ هني مثال، مثلا خلنا نروح حق اللون العنابي، هني اللون العنابي، إذا حطينا مثلا عليه الأصفر أو اللون الأحمر بشكل عام يطلع لي لون برتقالي. وفي اللوحة نفسها سهل إن تدمجين يعني؟ وفي اللوحة نفسها نفس الشيء، سهل إني أدمج، وممكن الفنان يحب يدخل اللون مثلاً فجأة الأخضر عشان يعطي ظل عند بعض النقاط المعينة. زين منال، عطينا مثلاً خطوات أو طرق مثلاً في البيت، شنو الأدوات اللي ممكن أستخدمها في الرسم بسهولة، يعني من أدوات متوفرة في المنزل؟ زين، أنا الأسبوع اللي طاف تكلمت عن موضوع اللي هو رسم الورد. نعم. وكان في نقطة حلوة أحب أذكرها للجمهور، إن مثلاً هذه الأداة اللي هي موجودة في كل بيت، الكاميرا تركز عليها، ممكن إحنا نسوي مثلاً منها وردة، ممكن نزين نعكس الورد الموجود في حديقة المتحف الإسلامي، فنأخذ مثلاً لون الأحمر، حطينا عليها شوية ماي، هي قطنة مثلاً، نحطها هني. هاي اللي في يدك عود أذان؟ إيه. أوكي. من الصوب الثاني ناخذ اللون الاخضر. يعني ممكن من ابسط الاشياء انا اقدر. فمن ابسط الشيء ممكن انا اسوي ورده دويره حمراء وفيها نقطتين صغر الصغار اللي هم باللون الاخضر، فتكون عندنا ورده من عود الاذن. ممكن احنا نكرر هذا العمليه اكثر من مره لما تصير عندنا يعني بشكل كثيف اكثر. حلو. طيب منال، شكرا لك، استمتعنا معك، وشكرا للرسمة الحلوة وأيضا التلوين الحلو والكلام الحلو اللي دار بيننا. وأكيد إحنا مشاهدينا ومستمعين الكرام نوجه لكم الدعوة للتجول داخل متحف الفن الإسلامي واللي فيه كثير من المقتنيات. هالمقتنيات المختلفة تركت بصمة كبيرة على مر الحضارة الإنسانية. نشوف مع بعض جولة ممتعة. يتميز مبنى متحف الفن الإسلامي بالأنماط الهندسية الخاصة بالفن المعماري الإسلامي التي تزين فضاءات المتحف وتبين ضخامة البناء، والذي يحمل في طياته جوهر الفن الإسلامي الأصيل. تعود مقتنيات وروائع متحف الفن الإسلامي المميزة إلى مزيج من حضارات المجتمعات المختلفة، تروي كل قطعة قصة رائعة عن أصولها. أقدم القطع في متحف الفن الإسلامي هي صفحة من مخطوطة قرآنية تعود للقرن السابع على ورق البرشمان بخط حجازي شبه الجزيرة العربية.
أما الأثمن فهو الصقر الذهبي المرصع بالجواهر والمطلي بالمينا في الهند خلال فترة الحكم المغولي في جنوب آسيا. الأبعد سفراً مزهرية تنتمي إلى مجموعة صغيرة من الأواني الزجاجية الزرقاء البنفسجية المطلية بالذهب والمينا المصنوعة في سوريا ومصر إبان الفترة المملوكية. وأكثر أعمال الترميم تعقيداً لوحة جص أثرية من بين ثلاثة لوحات تعود لحقبة السلاجقة في إيران خلال القرن الثاني عشر الميلادي. مشاهدينا من بعد الفاصل بنتعرف على مبادرة بعنوان ماذا أهديت لقطر، لكن قبل هالشيء خلونا نترككم مع بعض الأحداث التاريخية واللي صارت في مثل هاليوم لنا عودة. حدث في مثل هذا اليوم الثالث من ديسمبر كانون الأول، في مثل هذا اليوم من عام 1922 عرض أول فيلم سينمائي بالألوان وهو فيلم قصة البحر، وقد عرض بسينما مدينة نيويورك. وفي مثله من عام 1967 أجريت أول عملية لزراعة قلب بشري في التاريخ، وقد أجريت لمريض في مستشفى بمدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا على يد الجراح كريستيان بيرنارد. وفي مثله من عام 1994 أصدرت شركة سوني أول جهاز بلاي ستيشن للألعاب الإلكترونية. نرحب فيكم من جديد ونرحب في كل من انضم لنا من بعد الفاصل، والحين خلونا نستعرض معاكم مشاركاتكم التفاعلية حول سؤال اليوم. سؤال اليوم وايد حلو، ماذا يعني لك الوطن؟ خلونا نشوف المشاركة الأولى. الوطن هو الانتماء، هو الأمان، هو الاستقرار، هو القوة، هو العز، وهو الرخاء، وهو حب يسكن القلوب. مشاركة ثانية، الوطن هو كل شيء في حياتي، الهوية والروح والنفس، ومهما أوصف ما يكفي. أكيد هذه المشاعر المتضاربة اللي كلنا نعيشها. الوطن هو الحياة، الوطن كل شيء، الوطن هو الحب، هي قطر، الوطن هو الأمان والطمأنينة والدفء والملجأ وكل شيء. لاحظوا كلمة الأمان والوطن تتكرر معانا. الوطن هو الحضن الدافئ، هو التاريخ، هو الماضي الذي يمد لنا جسور المستقبل، هو ذكريات جميلة. اللهم أدم نعمة الأمان، اللهم آمين. كانت هذه هي المشاركات التي شاركتم بها مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وأكيد الوطن بالنسبة لي أنا هي قطر، وأيضا هي الهوية التي نحملها ونفتخر فيها، هو المكان اللي نلتجي له ونحس فيه بالأمان، هو نعمة من الله أنعمها علينا. مهما كتبنا من عبارات، مهما قلنا من أشعار، ما يمكن يوصف حب أو يوصف الحب اللي بداخلنا تجاه قطر. الله يحفظ لنا قطر ويديم فيها الأمن والأمان. مشاهدينا ومستمعينا، وتزامنا مع حلول ديسمبر وأيضا اقتراب احتفالات اليوم الوطني،
أطلق الملتقى القطري المؤلفين مبادرة جديدة بعنوان ماذا أهديت للقطر. مزيد حول هذه المبادرة يسرنا أن تكون معنا في الاستديو مريم الحمادي مدير الملتقى القطري المؤلفين. صباح الخير يا مريم. صباح. طبعا سعيدين بوجودك معنا مريم في الاستديو وعلى هذه المبادرة الجميلة اللي أطلقتوها. مريم في البداية أكيد راح نتكلم عن هذه المبادرة، لكن يمكن أهم سؤال أن توجه فيه هو شنو أساس الفكرة أو المبادرة؟ نعم، يمكن قبل قليل أنت كنت تتكلمين عن حب الوطن، خلنا نعم. نعتبر أنه الإلهام الأول فيها هو حب الوطن. نعم. وبالتأكيد الكاتب بطريقته يعبر عن حبه لوطنه، فهناك من يكتب الشعر، هناك من يكتب القصة، هناك من يكتب النثر، الخواطر، الكثير نعم. يعبر بطريقته. ولكن يمكن شفنا حتى المشاركات التفاعلية من قبل المشاهدين المستمعين. بالتأكيد، ولكن احنا تعمدنا انه ماذا اهديت لقطر تكون اعمق من مجرد كتابة كتبناها اليوم في التواصل الاجتماعي او انها كتبناها في وقت شعورنا مثل ما تفضلتي. لما نذكر الوطن اكيد اكثر شيء نشعر فيه هي مشاعر داخلنا ترتبط بالمكان نفسه. نعم. يعني اذا كان رسولنا عليه الصلاة والسلام بنى الدولة الاسلامية من المدينة المنورة، ولكن هو عبر عن كيف شعوره وهو يترك مكة وهي أقرب ما تكون له مكانه وهي بلده وهي، فهذه الأمور أيضا ترتبط بالإنسان الطبيعي. فلذلك فهو ماذا يعمل من أجله، ماذا يقدم لأجل هذا الوطن، كيف يعبر عنه بطريقة فعلا فيها ملموسة خلنا نسميها. نعم. لذلك كان الشعار هو ماذا أهديت لقطر، لابد أن يكون هذا الإهداء يتناسب أنا أعتقد كل واحد من موقعه، واحتمالنا كل واحد فينا يقدمه بعدة طرق في نفس الوقت. يعني خلنا نقول إذا احنا نتكلم عن الكاتب، فماذا قدم هذا الكاتب هدية لقطر من خلال عمله وإنجازه. هذا العمل والإنجاز لن يقتصر فقط على الكتاب أو المؤلف اللي قدمه نعم. لنا، ولكن هو أكيد راح يتناول مجموعة خص حياته، قد يكون وظيفته عمله، لأن هذا راح يكون في الوظيفة اليوم تعتبر أمانة، كل شخص ماذا يقدم فيها، الإضافة التي يضيفها لعمله أينما كان موجود فيه، المجال اللي هو يخص أسرته كيف انعكس ذلك على أسرته، ماذا يمكن أن يقدم لهم، والمادة التخصصية اللي تخصنا احنا في الملتقى القطري المؤلفين إنتاجه من هذا الكتب، نوعية جميل. الإنتاج، هل هو إنتاج يضيف، هل هو مجرد تعبئة، هل هذا الإنتاج يتوافق مع تصوراتنا عن القيم، تصوراتنا عن الوطن، وندرك تماما المسؤولية الكبيرة اللي صارت على الكاتب وهو يقوم بتعزيز قيم داخل المجتمع ويطلق من خلالها جميع خلنا نسميها الطرق التي يمكن أن تصل الإنسان، سواء كانت من خلال الدراما، سواء كانت من خلال الكتابة، سواء من خلال إعداد البرامج المختلفة، فأكيد بيكون هذا الكاتب مصدر إلهام للكثير. جميل. طيب المبادرة أساسا تقوم على تبادل الحقوق والواجبات بين الوطن والمواطن. بالتأكيد. عطينا تفصيل في الموضوع. المواطنة هي تبادل الحقوق، فقبل الإنسان يسأل ماذا لي لابد أن يكون متأكد ماذا فعله، وهل هو قام بهذه الواجبات، وهذه نعم. الحقيقة البسيطة اللي هي تعتمد عليها جميع الأدوار في كل مكان، ابتداء من الأسرة حقوق وواجبات متبادلة، في العمل حقوق وواجبات متبادلة، كل ما حولنا فيه حتى في الشارع خلنا نقول العلاقة اللي بيننا وبين البيئة اللي نعيشها هي حقوق وواجبات. لذلك لابد أن يكون الإنسان معرفة هو ويكون عنده الوعي الكامل بحقوقه بالتأكيد، وفي ذات الوقت الواجبات، فكل حق يقابله واجب. ولذلك احنا الملتقى يعني ما يتعامل مع الكاتب منفردا ككاتب، ولكن يعني حتى الان احنا اذا كانت بدانا الاولى الجلسات التي كانت مع الدكتوره زكيه ملالا، فاحنا تحدثنا عن جانب هام وهو انها كانت اول صيدلانيه من النساء في هذا، فهذا انجاز يعني في حد ذاته. نتحدث عن فتره ما كان فيها ظهور المراه بشكل كبير، عن فتره استطاعت الفتاه القطريه انها تذهب طلبا للعلم طبعا وبرعايه دولتنا الحبيبه الى في دول اخرى، وان تحصل على هذه الشهادات وتعود لمنفعه بلادها، وتعود طبعا تقدم مثل ما هي اخذت، وقامت الدولة اتجاهها بتقديم هذا الامتياز في الدراسة مثلا، أيضا هي عادت لتقدم وتضيف لهذا المكان لهذه البلد من خلال إنتاجها، من خلال عملها، من خلال الإنتاج الذي يعني يمكن الدكتورة فاجأتنا بأعداد كبيرة من الكتب والدواوين والدراسات التي نعم. قدمتها.
يمكن اليوم الدكتورة زكية وإحنا نتحدث عنها يعني على سبيل المثال لأن هي كانت الجلسة الأولى نعم ضيفتنا نعم. نتحدث عن الإنسانة لما كبرت واليوم هي تطلب تقول أنا بيتي مفتوح ليكون مكان لاستضافة الأدب والأدباء اللي نتناقش في هذا المجال. اليوم كل واحد يقدم بطريقته من خلال حتى أسرته، قد يكون حتى يقدم هذا من خلال أسرته إنتاجها الأدبي اللي هي صنفته خلال هذه السنوات. في النهاية كلنا راح نكبر أو كلنا راح تنتهي حياتنا وتوقف، ماذا سنترك من بعدنا؟ هي العلاقة مثل ما تفضلت، علاقة نعم. الحق والواجب اللي تظل مستمرة بيننا وبين كل الأطراف اللي حولنا وخاصة ما يخصنا ويخص الوطن. طيب مريم، هذه الجلسات هل هي جلسات افتراضية ولا؟ الحقيقة لا، احنا بدأنا نعود أيضا تدريجيا يعني تحسبا لهم من مسائل التجمع، فحتى لو كانت مسجلة فهي يكون بحضور عدد محدود. نعم. فمثلا زيارتنا للدكتورة حصة طبعا العواضي أيضا وهي الجلسة القادمة والدكتورة زكية في سابقة كنا في زيارات لهم، خاصة يعني احنا أيضا نعتبره نوع من التكريم للوصول لهم، وخاصة هم الجيل الأسبق اللي كان بصراحة التحديات عنده أعلى. يعني الدكتورة حصة كانت تحكي صعوبة أنها تسافر حتى لطلب الدراسة لأن أهلها كان صعب أنهم يتقبلون في ذلك الوقت. إلقاء الضوء اللي هو موجود اللي احنا نتلمسه من حياتهم، كيف حتى لو صار في تحدي لم تتحدى المرأة ولم تقف ضد مجتمعها ولا ضد أسرتها، وإنما تعاونت معهم لإيجاد حلول وتمكنت من تحقيق هذه الأمور، وقدرت أن هي خلال سنوات حياتها أنها هي تكون أسرتها، تكمل دراستها، تقوم بجميع الأمور. وهذا أيضا نعتبره نوع من الحق والواجب المتبادل، لأن أيضا الوطن ينتظر منا أن إحنا نربي أجيال قادرة على التعامل مع المتغيرات في المجتمع، يستطيع أنه يقود هذا الوطن، يستطيع أنه يكون هناك ناس منتجين. وهذا لن يحدث إن لم يكن هناك أيضا أم وأب، إذا لم يكن هناك أفراد قادرين أنهم يعطون هذا الوطن. طيب مريم، بالنسبة للمبادرة يعني عدد الضيوف اللي تم اختيارهم، نعم. وقت المبادرة، إلى متى هذه المبادرة؟ نعم. خاصة أنها تتزامن يعني صحيح. مع احتفالات اليوم الوطني. بالتأكيد إحنا تعمدنا أن نبدأها مع ديسمبر، لأن نعم. نعتبر شهر ديسمبر هو شهر الاحتفالات. ما عادت الاحتفالات تمثل لنا اللي هي الاحتفال اللي هو يعني خلنا نسميه الموجود المادي فعلا نعم. موجود، ولكن هو أيضا نوع من التأثير الفكري. فإحنا نقوم من خلال التواصل الاجتماعي بتقريبا التواصل مع جميع كتابنا لطرح هذا السؤال ولحاء له وللمجتمع ماذا قدم هذا الشخص. من خلال تقريبا كل كتابنا راح يكون موجودين في التواصل الاجتماعي نعم. للاحتفاء طبعا باليوم الوطني من خلال تحت شعار ماذا أهديت لوطنك من خلال كتبهم. راح نحاول نطلع بهذه الفترات أن نقدم نبذة عن معظم الكتاب خاصة القطريين من خلال الأقدم، الأجيال الأقدم وحتى الأجيال الأحدث. نستهدف بذلك أيضا صنع قدوة، يعني إحنا اليوم نبحث عن القدوة، لابد أن يكون داخل المجتمعات قدوة تشبههم، قدوة يجدون أنفسهم. يعني كل واحد، إحنا بالتأكيد إحنا تجدين من بين الكتاب الطبيب، تجدين من ضمن الكاتب القاضي، تجدين منهم المهندس، مجالات مختلفة. نعم، مجالات متنوعة. أحيانا يكتب في مجال تخصصه، وأحيانا يعبر بروحه الإنسانية من خلال أدوات مختلفة، قد تكون قصة أو رواية أو حتى الشعر. مجالات متنوعة إبداعية تكون جزء من شخصيته، وهذا الشيء مطلوب، لأن إحنا نتكلم عن الثقافة كجانب مكمل لجميع الجوانب يمكن الإنسان أن يكون فيها ما هو عليه، ما هو يرغب. وأيضا نحن في الثقافة عندنا تأكيد على مسألة العلوم. اليوم إحنا ما نتكلم عن الجوانب الأدبية فقط، ولكن نتحدث عن الإلهام للعلوم، نتحدث عن تأكيد رسالة العلوم. فهي كيف يستطيع الكاتب أيضا أن يخدم وطنه لتحقيق رؤية هذا الوطن من خلال الرسائل التي يقدمها للمجتمع. نعم مريم، طيب الحلقات أو الجلسات هذه اللي تعقدونها فيها مجموعة متنوعة من الكتاب اللي هم خلينا نقول المخضرمين أو من الرعيل الأول صح. طيب بالنسبة للشباب هل هناك يعني بالتأكيد. تم استقطاب كتاب
أكيد. من الجيل الجديد خلينا نقول؟ أكيد بالتأكيد. الجلسات راح تكون متنوعة، يعني خلال شهر ديسمبر تعمدنا أن يكون في جيل أكبر وظهور للشخصيات الأصغر، وخاصة نحن نحاول نركز على مجال الهوية. نعم. فيكون عندنا استضافات أيضا في مجال كتب الهوية والكتاب اللي كتبوا في مجال الهوية، بالإضافة للإلهام للكتاب الآخرين. أكيد ما راح يخلو الأمر أيضا من مجلس الكتاب اللي إحنا متعودين نسوي فيه المناسبات. نعم. نتبادل فيه التهاني. ونضيف على ذلك أن إحنا ركزنا إلى جانب التركيز على الهوية وتركيزنا على إهداء الوطن على التواصل مع الآخر، فنجد أن إحنا أضفنا لهذه الفترة ماذا أهديت لقطر، الناس اللي قدمت في مجال التراث لحفظ تراث دولة قطر، إحنا نقدم لهم تحية من منبركم، لأن ما في إنسان يقدر ينفصل عن تاريخه وتراثه، ما يقدر يوصل للمستقبل، فهو أكيد خلنا نسمي أساس للانطلاق والمحافظة عليها أكيد جزءها. لذلك إحنا عندنا فقرات جديدة تم إطلاقها مثل اكتشف التراث مع ماريا من الكتب القطرية. نعم. والأستاذة ماريا هي زوجة سفير بنما السابق السيد أوريستو، وهي شخصية ذات تواصل اجتماعي ومهتمة بالثقافة. أيضا. نعم. ولذلك تم اللي هو اختيار مجموعة من كتب التراث تقوم اللي هو بتعريف المجتمع في داخل قطر وخارج قطر من خلال فقرة تطلع فيها على هذا التراث من كتب قطرية. يعني احنا بالأمس تم إطلاق الفقرة الأولى، الحلقة الأولى. نعم. التي قدمت فيها كتاب اللي هو عن الملابس التقليدية في دولة قطر، والتي طرحتها الكاتبة خولة المناعي، وتم طبعا كان في اهتمام كبير من هذا في هذا المجال، وحتى الكاتبة خولة المناعي تفاعلت أيضا بالشكر للسيدة ماريا لطرح هذا الكتاب. نعتبرها رسالة للناس الموجودين من غير ناطقين بالداخل دولة قطر باللغة العربية، خاصة أن هذه الكتب اللي تم اختيارها هي كتب تحتوي على جزئين في نفس الكتاب. نعم. اللغة العربية واللغة حلو الإنجليزية. حلو مريم أن احنا نشوف هذا التمازج الثقافي بين يعني ثقافات مختلفة. طيب ماذا أهديتم خلينا نقول للناس بشكل عام عن الجلسات الافتراضية بشكل عام للملتقى؟ ماذا أهدينا؟ احنا خلنا نعتبر ان احنا نقوم يعني خلنا نقول بالواجب. نعم. يعني اتجاه عملنا في هذا المجال نلتزم ان احنا نكون متواكبين مع كل المناسبات وخاصة الوطنية، لأن بالتأكيد ما نقدر نفصل نفسنا عنه. أكيد في خلنا نقول يعني خلنا نقول كمريم شخصيا ككاتبة أيضا أحببت أن في هذه الفترة إن شاء الله أن يكون كتابي القديم الجديد بعد القديم طبعا اللي هو الكتاب الجديد الهوية والمواطنة، واللي تم بالفعل وقعته مع دار لوسيل إن شاء الله ويصدر بإذن الله قريبا. أعتقد كل كاتب فينا يعني إحنا صح نتكلم عن هيئة ثقافية، ولكن الهيئة الثقافية هي تعني أن كيف يمكن بث هذه الروح داخل أفرادها داخل المجتمع نفسه داخل. نعم. الكتاب إحنا نعول على الحراك الثقافي من خلال المثقفين أنفسهم، هم من يقود الثقافة، ولكن ما تقدمه الوزارة ما نقدمه نحن كهيئات تابعة لوزارة الثقافة هي عملية دعم لتحريك هذا الحراك ودعمه للاستمرار لمواصلة الجهود اللي إحداث هذا الحراك الثقافي. وجهودكم مشكورة بالتأكيد. مريم الحمادي مدير الملتقى قطر المؤلفين، شكرا لك. شكرا جزيلا. مشاهدينا ومستمعينا، وإلى موضوع آخر وفي الختام، ومن حول العالم تحديات مناخية عديدة تطرح نفسها في وقتنا الراهن، أبرزها ذوبان الجليد القطبي وانتشار حرائق الغابات، ما يتطلب حلولا عاجلة وأيضا إجراءات جذرية لحماية البيئة والمناخ في العالم. نتابع التقرير. كشفت صور الأقمار الصناعية أن اثنين من أهم الأنهار الجليدية في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا تنهار بشكل أسرع من أي وقت مضى، ونبه علماء الجيولوجيا بوجود أضرار هيكلية في هوامش الأرفف للأنهار الجليدية، حيث ينتقل الجليد من سريع إلى بطيء الحركة من خلال شقوق كبيرة، وهو ما يشير إلى أن الرفوف الجليدية تتمزق ببطء، والذي بدوره سيؤدي إلى ارتفاع مستويات سطح البحر بشكل أسرع. من الجليد إلى الحرائق، في سيبيريا تستمر حرائق تحت الأرض لمدة 5 أشهر يسمى حريق الخث، والخث هو مادة إحفورية تظهر من التحلل البطيء للنباتات في بيئة رطبة، ويصمد الحريق الكامن على عمق أكثر من متر في وجه البرد القارس لشتاء سيبيريا نتيجة موجات الجفاف التي تضرب المنطقة بوتيرة متزايدة،
وتشكل هذه الحرائق تهديدا إضافيا للمناخ، إذ إن الخث يصدر الغاز الكربوني عند احتراقه، وهو ما يستدعي دق ناقوس الخطر للإنذار من هذه الظاهرة التي تسمى الحرائق الميتة الحية في المناطق القطبية الشمالية. مشاهدينا ومستمعينا، وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم من الصباح رباح. شكرا لكم على تفاعلكم معنا على سؤال حلقتنا اليوم، وأكيد نذكركم بسؤال حلقة يوم الأحد، هو في زمن الكورونا كيف يستعد أبناءكم نفسيا للامتحان؟ أعيد السؤال مرة ثانية، في زمن الكورونا كيف يستعد أبناءكم نفسيا للامتحان؟ وفي انتظار إن شاء الله تفاعلكم معنا، نهاية أسبوع جميلة وسعيدة لكم يا رب، علينا وعليكم وعلى عيالكم وأهلكم وربعكم بعد. إن شاء الله يتجدد لقانا معاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة. نشوفكم على خير ومع السلامة. تمضي بلادي درب الحقيقة والجمال، بعلمي وفضل اجتهادي نرقى في نور الله للكمال. انتي معنى حياتي وانتي أماني والوجود، وانتي فخري بذاتي مجد تعلى آل الخلود. صباحي